افتتح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة مسجد الشهيد العقيد أحمد المنسي اليوم، وذلك بسوق الجملة الجديد بمدينة برج العرب غرب الإسكندرية. وأكد وزير الأوقاف أن المسجد يعد التاسع الذي تتسلمه وزارة الأوقاف في مدينة الإسكندرية، وذلك بعد تسلم 8 مساجد على محور المحمودية، جميعها تحمل وتخلد أسماء شهداء. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة مراسل أخبار مصر وليد هيكل. يعني وليد، بالتأكيد هي لمسة وفاء إلى شهدائنا الأبرار، حدثنا أكثر عن جهود وزارة الأوقاف حيال افتتاح هذه المساجد وإعطاء ألقاب منها لشهدائنا بأسماء شهدائنا. نعم سارة، بالفعل متابعونا معكم من عروس البحر المتوسط الأسكندرية، افتتاح مسجدين جديدين يحملان بالفعل أسماء الشهداء، ذلك يعد تخليدا لأسماء الشهداء كما خلد حرب أكتوبر 73 عدد أسماء من الشهداء. اليوم بالفعل افتتح معالي وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة يرافقه محافظ الأسكندرية افتتاح مسجد الشهيد العقيد أحمد المنسي بمدينة برج العرب، كذلك افتتاح مسجد الشهيد الرقيب اول مصطفى احمد مصطفى بمحور المحموديه، ما يعد دلاله كبرى على اهتمام الدوله المصريه ببناء المساجد على طراز معماري حديث. لكن عن الاقتراب اكثر ساره عن هذه الدلالات، يسعدنا ان ينضم معنا الان سياده وزير الاوقاف الاستاذ الدكتور محمد مختار جمعه. سياده وزير الاوقاف، افتتاحات المساجد التي جاءت اليوم هنا على أرض محافظة الأسكندرية، كذلك المساجد التي حملت بالفعل أسماء الشهداء، دلالة ذلك سيادة وزير الأوقاف؟ الجانب الأول تأكيد أن الدولة المصرية تبني في جميع المجالات هنا في مدينة الإسكندرية، البناء يتتابع ما بين مدن سكنية، مدينة العالمين الجديدة، بشائر الخير 1، 2، 3، تنمية محور المحمودية، جامعة العالمين. الحقيقة هنا تجد نقلة نوعية في قضية البناء، وفي إطار الاهتمام بدور العبادة أبلغ رد على جماعات الإرهاب والضلال التي أذاعت بأن الدولة المصرية تهدم المساجد. قلنا كل زاوية سيتم إزالتها لتطوير الطريق سيعاد مسجد، بناء مسجد جامع، وهذا ما تم. أما الدلالة، مسجد الشهيد أحمد المنسي ده أيقونة، صار أيقونة وأنموذج وقدوة لأجيال متتابعة من الشباب. أما دلالة المسجد الآخر وهو مسجد الرقيب الشهيد الرقيب أول مصطفى أحمد مصطفى، تأكيد على أن كل من ضحى في سبيل هذا الوطن بغض النظر عن درجاته او رتبته الوظيفيه، الدوله تحفظ الجميل لجميع ابنائها. اسعدني اليوم وانا اسلم على والد الشهيد وعلى اخي الشهيد، وفرحه والد الشهيد واخي الشهيد بان ابنه اسمه صار مرفوعا في سماء مصر، وان الدوله تقدر هذه الرساله. ده بيعمق الولاء والانتماء، وواجبنا ان نسعى لهذا الدرب. واختم بنقطتين حتى اترك الحديث لسياده المستشار الذي حضر، عبد الله خفاجي الذي حضر معنا افتتاح. عندنا نقطتين، اليوم احنا بنوزع 58 طن لحوم في اطار مشروع صكوك الاضاحي، جانب تنمية البشر والتنمية والاهتمام بالانسان الى جانب البناء. هناك كان في داخل المعسكر الذي نحن فيه الان ندوه تثقيفيه عن بناء الوطن وبناء الذات مشتركه بين الائمه وطلابنا الوافدين، فالدوله المصريه تبني الانسان وتبني البنيان. كل الشكر لحضرتك سيادة وزير الأوقاف، ودعني في إيجاز زميلتي العزيزة سارة. نعم أن تفضل. أسأل سيادة المستشار محمد خفاجي عن مدى دلالة هذه الافتتاحات هنا على أرض الأسكندرية وأنتم أحد أبناء محافظة الأسكندرية. أولا أنا شرفت بدعوة معالي وزير الأوقاف بحضور افتتاح المسجدين النهاردة، المسجد الشهيد العقيد أحمد منسي والرقيب أول مصطفى أحمد مصطفى، وده ليه دلالته زي ما أشار معالي الوزير أن مصر لا تفرق بين أبنائها وأن الكل متساوي في الشهادة. في الحقيقة فيما يتعلق بانتصارات أكتوبر، ده ليه دلالته في أن في قضية بناء الأوطان، مصر في عصرها الحالي لا تعرف المستحيل، ومصر أيضا لا تعرف الخوف. ومن الدروس المستفادة من حرب أكتوبر المديدة هو أن نستلهم هذه الروح لنكون فريقا واحدا خلف القيادة السياسية.
كل الشكر لحضرتك سيادة المستشار محمد خفاجي. إذا زميلتي العزيزة سارة، دعيني أخذ من كلام سيادة وزير الأوقاف، اختلفت الرتب لكن الشهادة في سبيل الله والوطن واحدة. نعم. إليكم في الاستوديو سارة. أشكرك جزيل الشكر زميل وليد هيكل مراسلنا، وأيضا الشكر موصول لضيفيك الكريمين.